السلام عليكم جميعا، صباح الخير او مساء الخير حسب كل واحد توقيته. ابي ارحب فيكم بالحلقه الخاصه من فهد لايف ستايل، واللي راح اتكلم فيها عن تطبيق ستاربكس وتطبيق كوستا، وشلون بالنسبه لي تطبيق كوستا سحب البساط من ستاربكس. قبل لا ابدا الحلقه اذكر الاشتراك بالقناه اذا انتم تتابعوني باليوتيوب، او عمل متابعه بالانستغرام في حال انكم قاعد تتابعوني بالانستغرام تي في، وايضا عمل لايك ديسلايك ترك تعليق، شاركوا الفيديو مع الناس اللي مهتمه، لان انا متاكد ان شاء الله الحلقه بتفيدكم. للعلم الحلقه غير مدفوعه، وان كنت انا انعزمت على افتتاح كوستا بالخيران الاسبوع اللي طاف، الا ان انا مو منحاز لكوستا لهذا السبب اطلاقا. انا قاعد اتكلم بكل واقعيه، وراح تشوفون الحين ليش انا كلامي ما في اي مجاملات للطرفين. اليوم الكلام ما راح اتكلم فيه عن تقييمي للمشروبات والاطعمه، راح اسوي له حلقه صادقه اخرى ان شاء الله، ولكن اليوم انا بركز على التطبيق الخاص بستاربكس والتطبيق الخاص في كوستا. اوكي، بسم الله نبدا. خلوني اقول لكم ليش انا معجب اكثر بتطبيق تطبيق كوستا عن ستاربكس. انا من المعجبين في الكافيهين، قاعد احاول ما اتفلسف وايد بالانجليزي، مو انا ثقافتي انجليزيه، ولكن وايد مليت من كثر اللي anyway. ما بي اشتتكم. زين، خلوني اقول لكم، انا مجرب ستاربكس التطبيق مالهم من اول ما نزل، ومجرب كوستا من اول ما نزل، ما رح نزلته امس وياي اتكلم اليوم. انا اتكلمكم عن سنين من ستاربكس، ويمكن سنتين من كوستا. كوستا they step up their game. ما راح اتكلم الحين عن تاريخ الشركتين، راح ان شاء الله اخصصها بحلقات قادمه. بالنسبه لتطبيق ستاربكس، اول ما نزل كانت الميزه اللي انا كنت احبها بستاربكس ان انا اعبي التطبيق فلوس وادفع على طول، تمام. خلوني اروح معاكم الحين على مميزات تطبيق ستاربكس وليش انا اشوف كوستا احسن منه. ستاربكس شنو يعطيني؟ اذا حملت التطبيق وسجلت، اقدر انا اعبي الرصيد في البطاقه عن طريق بطاقتهم اذا شريتها، او ان احط انا دايركت عن طريق الكينت من التطبيق نفسه، تمام. ايضا كل ما تعبي انت التطبيق كان تروح نقاط على عن المميزات الشائعه، اللي هو دائما عندهم كل شهر سحوبات على هدايا كثيره، واللي للاسف الحين ما قاعد يعمل، تمام. ايضا شنو الميزه الثانيه؟ ان المواقع مالت مواقع الفروع مالت ستاربكس موجوده، واللي للاسف التطبيق دائما ما تعمل فيها الخاصيه، وانا الحين راح تشوفون. يعني انا اعتقد ان التطبيق مال ستاربكس يا انهم قاعد يسوون له تحديث كبير يرجعون فيه بقوه، او انه للاسف قاعد يموت التطبيق. زين، ويمكن السبب يكون لانهم الحين اشتركوا مع شركات مثل انا اسميهم ديليفيرو، اللي هم ديليفر رايت. اوكي، زين. شنو ايضا الميزات؟ بين وقت وقت مشكورين يعطونك مثلا عصير او درينك او سناك او كيك بيوم ميلادك. على كثر استخدامك للتطبيق بين وقت وقت نزل مشروب جديد، مجاملة منهم يقدمون لك مشروب مجاني تاخذه من اي فرع. خلصنا من ستاربكس، هذا كل شيء. نفتح الحين تطبيق كوستا. تطبيق كوستا اول شيء تسوونه ما في دفع، زين، ولكن انا بقول لكم في نهايه الحلقه عن اكسكلوسيف اخبار انا ماخذها حصريا من الشركه، مو مكلم احد، انا سائل من المحل عشان ما تقول ان هذا مدفوع. زين، اصلا مدفوع قلت لكم. طيب نبدا. اول شيء تطبيق كوستا بجانب ان شكله وايد جميل ويشرح، وانت الحين قاعد تشوفونه اكيد معي بالريفيو، تجميع نقاط. الميزه الاولى تجميع نقاط، على كل دينار انت تحطه او تصرفه بالمحل ينزل لك نقطه، النقاط هذه تتجمع ممكن على حسب استهلاكك، دينار 20 دينار حسب استهلاكك، انت تصرفهم تشتري منتجات من كوستا من المحل باي وقت خلال 3 شهور. هذه ميزه. الميزه الثانيه نقاط، مو نقاط، انت كل اسبوع يوم احد بدايه اسبوع يكون في اوفر من عندهم، تشتري ساندويتش يطلع لك درينك فري، تشتري كروسان يطلع لك درينك فري، ودائما يخيرونك بثلاث اوبشنز، مثلا شيء يكون تحسونه ثقيل وشيء عادي، الساندويتش مع درينك فري، او يكون نسبريسو او درينك او نسبريسو اسبريسو. مو داعي، انا قاعد اتكلم كل شفافيه، مثلا قهوه اسبريسو مع ماي او
تطلب قهوة حجم العادي يطلع لك الكاكاو البار أو الشوكولات، هالأمور هذه كلها. النقاط والعروض الأسبوعية بعد شنو فيه؟ إذا جمعت النقاط لفترة معينة غير إن أنت يكاش باك أو تأخذ الفلوس وتشتري فيها من المحل نفسه، أيضا أنت ممكن تصير عضو ذهبي. أنا أيضا الحين عضو ذهبي بكوستا لأن من زمان قاعد أستخدمه. العضوية شنو تعطيني؟ غير إن مثلا مرات بجانب هذا كله اللي ذكرته، أيضا في مشاريب مجانية تكون بين وقت ووقت، إذا عندهم مناسبات أو أخبار أو شيء يطلعون يعني يخلون الأعضاء مطلعين عليها. وأيضا يكون الأساسي إن أنت إذا طلبت مشروب من عندهم، المشروب هذا ممكن أنت إذا خذيته بالحجم العادي تقدر إنك تحوله 15 مرة إلى الحجم الكبير. إذا ما أخذه بالحجم الصغير تقدر تحوله للحجم العادي أيضا 15 مرة. كل مرة أنت تشتري، يعني مثلا شريت دارك موكا، مثلا الدارك موكا خذيتها حجم صغير، أقول لهم بليز استخدموا الأبليكيشن مالي، عندي 15 مرة هالميزة أبي أحوله الحجم العادي. أنا مرات أستخدمها بصراحة حق الضيوف، أنا دائما أحب السمول سايزز، فلما يكون عندي ضيف أسأله إذا خذه ميديوم أطلب السمول، عفوا ادفع للسمول بس انا اي بجريد بالميديوم. زين الشغله الثانيه، اذا انت ما سويت ابجريد، مثلا انا خلصت المشروب مالي هذا، طلبت مثلا ايس تي او موكا، ايس موكا او دارك موكا، هوت موكا، whatever it is، او بلاك كوفي، عادي انا اذا خلصته ارجع اقول لهم ابي اطلب، ابي اعاده تعبئه. اعاده تعبئه شنو يعطيك هذا؟ ايضا 15 مره تعطيهم الدرينك مثل ما انت طلبته، يعطونك واحد ثاني معاه في مده زمنيه معينه. مثلا انا طلبت هذا الساعه 3 العصر، عادي من 3 ل 4 5 انا خلصته، ابي بعد واحد، يعطوني اياه مجاني لمده 15 مره. هذه الميزات كلها عند يعطونك تاريخ معين ما يعادل سنه كامله تستخدم ال 15 15، يعني 30 عرض سواء حجم اكبر او ان اعاده تعبئه المشروب مالك. هذه الميزات يعني ممتازه جدا انا اشوفها من كوستا. شنو اللي ايضا معلومه بقول لكم اياها عن كوستا انا حبيتها، ان كوستا لما انت تاخذ، اول كان لما تشتري من عندهم مج معين او كوب معين يعطونك كل ما تجيبه معاك تعبيه يعطونك 15% بغض النظر عن التطبيق، 15% اعاده خصم على ان انت قاعد تحافظ على البيئه. الحين انا سمعت القرار ان هم حتى لو انت جبت من ماركه مختلفه المج مالك راح تحصل على نفس الميزه 15%، هذا محافظه منهم على البيئه. انا حبيت جدا هالنقطه من كوستا. تمام، طيب نبارك يعني الشركتين، انا عشان ما اكون متحيز لوحده، انا استخدم يعني كلاينت او زبون عند ستاربكس من زمان، ولكن للامانه الميزات اللي بتطبيق كوستا خلتني انحاز اكثر الى كوستا، بجانب ان الشركه بدت تكثف افرعها بكل مكان. انزين بالنسبه لي، يمكن انا احط لكم مقاطع الحين من زيارتي لكوستا بجليعه، كان الافتتاح يومها قبل اسبوع تقريبا من حلقتي اليوم للتسجيل، اللي هم حاطين لاول مره 50 مشروب بارد في مكان واحد. البراند ماله مختلف، مو باللون اللي هو البربل، او عفوا مو اللون اللي هو العنابي، مو البربل، العنابي، صاير هو لايت بلو او ميكست لايت بلو. ولكن المعلومه اللي بقول لكم اياها انه هو المشاريب هذه كانت اكسكلوسيف بس حق الافرع اللي موجوده في كوستا، او الفرع اللي موجود في كوستا واللي هو الاول على العالم، الا انهم الان ان شاء الله بعد تاريخ 12/8 يعني بكره ان شاء الله بعد ما الحلقه تنزل بيكون موجود تقريبا بكل المحلات. تمام، الميزه الاخيره اللي انا بقول لكم اياها وخليتها لنهايه الحلقه، انه هم قاعد يطورون التطبيق الحين انه يصير في دفع من خلال التطبيق. يعني انت ممكن تحط هني تطلب طلبك وقبل لا توصل، يعني نفس تقريبا في ثرو او بيك، اللي هو البيك اب مال الدليفري. تمام، ان شاء الله في الحلقه القادمه راح انا اتكلم اكثر عن تطبيقات مختلفه، ما راح اقول الحين عن اي تطبيق راح اتكلم، بخليها لكم للحلقه القادمه. اذكر حبايبي الاشتراك بالقناه، اتمنى ان او عمل فولو معي بالانستغرام، اتمنى هالحلقه فادتكم، اتمنى مشاركتها مع الناس المهتمين. ومثل ما قلت لكم هذا رايي الصادق، الاثنين هم احسهم الحين اللي قاعد يتنافسون بالسوق، وراح اتكلم ان شاء الله عن الشركات الثانيه. تمام، والى ان القاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه، اترككم في امان الله، تصبحون على خير، واتمنى لكم يوم سعيد، الى اللقاء.
على ما يجهزون لي الطلب خلوني العب شويه يعني. اي بريس بلو زين. ثقيل ما اعتقد راح ياخذ شيء العلبه مستحيل على لا ثلاث محاولات. اي واحدة؟ هي ثقيلة عليها بس حاول جبت التراية. يس وي يس وات ذا كاست.